أشقائنا في المنطقة. وبس عايز أقول لما احنا بنقول من فضلكم لا تتدخلوا في أمورنا أو لا تتدخلوا في شؤوننا، يعني ده أمر شرعي، ده أمر محمود إن احنا لا نتدخل في شؤون بعضنا البعض. كل دولة رغم إن احنا بيجمعنا يعني منطقة واحدة وثقافة واحدة وأصولنا وديانتنا حتى واحدة، لكن كلنا لينا خصوصياتنا. يعني انتوا عايزين تتدخلوا في مصر؟ ده مصر فيها 100 مليون بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا في يوم، في يوم بأكل سنة من بعض الدول، أكل سنة. احنا لما نيجي نعمل مشروع إسكان في مصر بنعمل 1 مليون شقة في سنتين ولا ثلاثة، لا مؤاخذة لبعض البلدان بيبقى عدد سكانها كله. عايز تتدخل في مصر؟ عايز تتدخل في مصر؟ طب ليه؟ تقدر انت على مصروف مصر؟ تقدر تصرف 100 مليار دولار سنويا على مصر؟ ما تقدرش. فخليك في حالك احسن، خليك في بلدك احسن. هنا دي دولة لن تسمح ابدا، لن تسمح ابدا، ولا شعبها هيسمح ابدا لان حد يتدخل في شؤونها. محدش هيقدر يتدخل في شؤونها. الشعب المصري هو سند مصر، الشعب المصري هو سند مصر، والشعب المصري هو سند امته العربيه، سند امته العربيه في الحق والسلام والبناء والتعمير، لا في الهدم ولا في القتل ولا في التخريب ولا في التآمر، لا في القتل ولا في التخريب ولا في التآمر. أرجو إن احنا نتوقف كثيرا أمام كل كلمة أنا بقولها، توقفوا كثيرا أمام كل كلمة أنا بقولها. العالم كله بيتفرج علينا وبيشوف إيه اللي بيحصل، بتنفق المليارات من أجل تدمير الدول ومصر، تنفق المليارات من أجل تدمير الدول ومصر. والله احنا هنتحاسب حساب عسير جدا أمام الله يوم القيامة. ولا يمكن التسامح مع من يمول الإرهاب بمليارات الدولارات فيتسببوا في مقتل مواطنينا بينما يتشدق في ذات الوقت بحقوق الإخوة والجيرة. ولهؤلاء نقول إن دماء الأبرياء غالية، وما تفعلونه لن يمر دون حساب. وأؤكد للجميع أن مصر ستظل على عهدها دولة محبة للسلام وداعمة له بكل قوة جيشها وشرطتها ومفكريها وجميع أبنائها، وستظل عصية على الرضوخ لتهديدات الإرهاب ومن يقفون وراءه، وسيظل شعبها على عزيمته رافضا للإحباط.